استاذ خالد، حضرتك سافرت يمكن سفرات مع الاهلي في افريقيا وشفت ما يحدث في القاره الافريقيه، بالمقارنه بهذه الرحله تشعر ان الظروف الحمد لله مواتيه لتحقيق انتصار مهم في بوتسوانا، العوده بثلاث نقاط؟ للعلم يمكن دي لاول مره سفريه للاهلي في بوتسوانا في المباريات الافريقيه منذ سنوات طويله، كانت دايما مباريات الاهلي في جنوب افريقيا، لكن بوتسوانا كان تحديدا منتخبنا الوطني بيجي يلعب هنا اكثر من مره. انا اول مره الحقيقه اجي، الحقيقه الظروف احسن من حتت كتيره، يعني الإقامة والتنقلات والظروف، البلد ده الجو كمان جو كويس جدا، جو بارد، يعني الحمد لله احنا كنا بنروح في حتت كثيرة بتلاقي الجو حر، رطوبة، اثيوبيا مثلا مفيش اكسجين، الدنيا صعبة، الظروف، الاوتيل اقامته مش مريحة، انما الحمد لله احنا كل حاجة كويسة. لا ينقصنا بس هو يوم المباراة ان احنا نبسط ونسعد جماهيرنا ان شاء الله باذن الله، وانا عندي امل. طيب الادوات الطبيه، بعض الادوات الطبيه والمعدات التي يحتاجها الجهاز الطبي والجهاز البدني، شنط اللاعبين الخاصه زي مؤمن زكريا وميدو جابر، هل في اتصالات لاعاده الشنط واستعادتها خلال الساعات القادمه؟ هي طبعا دي عملت الاول كده يعني شيء من البلبله شويه مع، ولكن تغلبنا عليها، يعني كان في الزيوت بتاعت التدليك نزلوا اشتروا النهارده، الاقماعه اللي بتتحط في التمرين بالصدفه كان حارس جايب معاه شويه زياده في شنطه تانية، ف يعني تغلبنا على الحاجات دي، الكور كلها موجوده، مفيش حاجه يعني كله بنتغلب عليه، لان احنا جايين في معسكر مش عايزين نفكر في السلبيات، احنا عايزين نفكر في حلول، وبعدين احنا قلنا اللي مش موجود ننزل نجيبه، احنا مش هنقعد نندب حظنا يعني بالزبط. لا، لازم نتعامل ولازم يعني نكيف نفسنا مع الواقع، والحقيقه انا مش شايف ان دي مأثره في اي حاجه، الناس كلها متعاونه، الناس كلها مركزه في الماتش، يعني تركيز بجد، لان يعني مش عايزين نقول ان هو ماتش مش صعب، لا هو ماتش صعب، مش عايزين نتهاون بيه، وما نضعش في القياس او في التناسب والنسبه والتناسب ما بين المباراه السابقه بعد الفوز 3-0، لان كمان الماتش ما بعد هذا الماتش، خلي بالك ده اول ماتش للجهاز الفني الجديد خارج مصر، الفرقه فيها ناس جديده اول مره تسافر مع النادي، مظبوط، احنا اول مره نيجي البلد، ففي كام حاجه انت ضاع منك نقاط في اول جولتين، تعادل في مصر مع الترجي وخساره مع كامبالا في اوغندا، فيعني دي المفروض ان احنا بنعوض النقاط دي عشان نرجع في مقدمه المجموعه ان شاء الله، فالماتش مهم مش سهل، والفرقه مش مهما كانت انت كسبت 3-0، ولكن انت هنا بتبتدي صفحه من اول وجديد، بتنسى اللي فات، ده ماتش من اول وجديد، فكله عايز يثبت نفسه، وكله عايز يرجع الثقه، وكله عايز يقول ان النادي الاهلي برضه في المقدمه، لان بطوله افريقيا مش سهله السنه دي. وبعدين عندنا احنا اول ما ينزل عندنا ماتش اسماعيلي، فالدوري الدوري جامد برضه. ده مش مجرد ثلاث نقاط. فالماتش ده مش مجرد ثلاث نقاط وبس، لا انا شايف ان هو له تبعات ثانيه كثيره جدا مهمه. ونتمنى باذن الله ان احنا فعلا نرجع منصورين كده والثقه موجوده والبدايه كويسه باذن الله. طيب استاذ خالد، في ختام حواري، البطوله الافريقيه هو الهدف يعني الاسمى والتارجت الاكبر لمجلس الاداره واللاعبين والجهاز الفني والجمهور واعضاء النادي الاهلي. بصفتك امين للصندوق ليس رئيسا للبعثه، العوائد الماليه اصبحت للبطولات الافريقيه في الفتره القادمه تدر دخلا كبيرا، خاصه ان الفائز يتاهل لمونديال الانديه وهناك اموالا قادمه في هذا الملف. هذه المساله بالمقارنه برحلات السفر وما يدفع في هذه الرحلات الافريقيه، انا عايز اقارنها عشان المشاهد يشوف بس الاجواء الافريقيه والبطولات الافريقيه بالمقارنه بالبطولات الاوروبيه. نعم الاهلي وضعه مختلف، بيفوز بالبطوله حتى اذا كانت الماديات لها وضع مختلف، لكن بصفتك امينا للصندوق كيف ترى هذه المساله؟ شوف هقول لك حاجه، احنا لسه كنا بنتكلم النهارده واحنا في الملعب بالفعل في هذه النقطه، كنت مع الكابتن سمير عدلي والكابتن محمد يوسف وبنتكلم على التكلفه، لان احنا فوجئنا بان طالبين، احنا طلبنا مايكرو باص للاعلاميين، ففوجئنا بالفندق هنا بيقول لنا
$800 عشان يودينا ويجيبنا. هي البلد غاليه جدا في هنا في يوم واحد يعني ده كل يوم، فشوف قد ايه التكلفه. طبعا احنا تعاملنا، انا سبت لهم عربيتي وركبت انا مع اتوبيس اللعيبه عشان نوفر. احنا مش جايين نتمنظر والله بجد صحيح يعني، قلت لهم لا انا عربيتي كان صعب جدا. سبت، وانت كنت بالفعل سبت العربيه وركبت مع اتوبيس اللعيبه، وده الصح. احنا بنوفر للنادي. النهارده بجينا ما فيش بقى، خلي بالك احنا المره دي اول مره يبقى كل فريق مسؤول عن اقامته بعد تعديل لائحه الاتحاد الافريقي في البطوله. احنا كنا دايما احنا بنيجوا عندنا الضيف بندفع لهم الاقامه، واحنا بنروح عندهم بعد كده بيدفعوا لنا الاقامه. فاحنا النهارده بصينا يعني لا عايزين بقى سويت ولا عايزين حاجه، احنا عايزين نوفر باي ما نقدر. جايبين اكلنا معانا، حاولنا نعمل دين مع الاوتيل هنا ان احنا نخفض السعر عشان الاكل احنا جايبينه، وفعلا نجحنا في كده. احنا بنحاول نوفر اي حاجه، لان السفريه بتتكلف من 2 ل 3 مليون جنيه. السفريه الافريقيه واحده. احسب تذاكر واقامه وايجار ملاعب وعربيات، الحاجات دي كلها مش سهله. واخد بالك؟ فانت النهارده بتشوف بتلعب كام ماتش خارج ارضك؟ بتتكلف قد ايه؟ حتى وانت جوه مصر انت بتعمل معسكر وبتسافر اوتيل برضو للعيبه 4 ايام ولا بحاجه، يعني العمليه بقت مكلفه جدا. فلازم احنا نبص لها من ناحيه ان احنا نوفر، بس من غير ما نيجي على حساب الفريق او بنوفر له كل العوامل اللي هي تؤدي للنجاح ان شاء الله. طبعا بعد كده العائد المادي اللي بيجي من البطوله انت بتاخد في كذا مرحله، لازم يعوض الكلام ده. هي تدريجيه حتى الوصول للنهائي والفوز بالكاس. تدريجيه، وبعدين طبعا بتبقى حاجه جميله جدا لو انت وصلت كاس العالم للانديه، بتعوض لك كل الكلام ده. ففعلا احنا لازم نبص لها من ناحيه ان ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، احنا لو بنتكلم ماديات بقى، احنا برضو بنقول ان كل ما الاهلي كسب ووصل افريقيا ووصل كاس العالم للانديه، كل ما عقد الرعايه بتاعك بيزيد، قيمتك التسويقيه فعلا، التسويق اسم النادي الاهلي بيزيد. فهي العمليه مش مجرد 3 نقط ولا ماتش ولا ماتشين ولا بطوله، لا دي ليها تبعيات كثيره جدا بالفعل. فاحنا بنامل ان شاء الله كده ان احنا يعني نعدي المراحل دي ونعوض اللي احنا بندفعه، وقيمه الاهلي تفضل زي ما هي في المقدمه، ونستطيع ان نعود معكم باذن الله للقب الاكثر تتويجا يا رب ان شاء الله باذن الله. عندنا امل كبير، انا بجد متفائل جدا وسعيد جدا بالحقيقه يعني يمكن اول مره اسافر او اتقابل مع الجهاز الفني الجديد، ناس في قمه الاحترام والحب اللعيبه، اللعيبه بتحبهم جدا، في تعاون بين الفريق كله، خليه نحل يعني بتشتغل ومنظومه كويسه جدا، انا سعيد بيها جدا ونامل باذن الله ان يكون موفقين ان شاء الله يعني. هل تحب تضيف اي شيء في ختام هذا الحوار استاذ خالد؟ ان شاء الله كده نتمنى بس نرجع منصورين، ودعوات كل الاهلاويه والمصريين للفريق بالتوفيق سواء في الماتش النهارده او في المرحله القادمه ان شاء الله. استاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي وامين صندوق مجلس الاداره، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لعائله الاهلي واسره النادي الاهلي في المرحله القادمه. الف شكر. شكرا جزيلا. كابتن ميدو، كان حوار مهم جدا مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي وامين صندوق مجلس الاداره حول كل الظروف المحيطه بالفريق هنا في بوتسوانا والمرحله القادمه وقياده فنيه لجهاز فني جديد بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون. لا يتبقى سوى التوفيق من عند الله لاحراز 3 نقاط واسعاد كل جمهور النادي الاهلي يا رب خلال الفتره القادمه. اليك الكلمه كابتن ميدو. شكرا زميلي محمد سعيد، شكرا للاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي. حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا يعني.